عليه رجل عمليه بنات اثناء دخول المدرسين. طبعا كل مدرس في فصله على الساعه 10 كده 10 ونص بدانا سمعنا الزيطه وكده وزعر بالنسبه للطلبات والصلاه. لقينا بعض البلطجيه حوالي 10 بلطجيه نطوا لقيناهم في الحوش بتاع المدرسه وبيجوا ورا البنات بالجنازير والحزمه. طبعا جميع المدرسين ضربنا على الشرطه ضربنا على الحاكم العسكري ضربنا على الاداره وكيله الوزاره كل ده المكاتب بتاعتنا. طبعا ما حدش جه. كان بعد نص ساعه جت الشرطه. احنا طبعا المدرسين الرجاله مسكوا البلطجيه وحبسوهم في الاوضه بتاعت المجال عندنا هي التربيه الفنيه ينابي الحديد ما حدش يقدر يتحرك فيها واتربطوا وخدوا العلقه من الرصاص. يعني جت الشرطه حصل زعر لا حصل طبعا زعر والبنات كان ممكن تقع كان ممكن ومدرسها طبعا كانت حامل وقعوها يعني كان ممكن يحصل بلاوي اكتر من كده بس ربنا ستر ما كانش معاهم بتاع مطاوي او حاجات من دي. هتبقى مشكله دم وحاجات من كده. طبعا البنات كله اللي من الثالث دول من الثاني وكده لقينا الموال ده اخر ما لقينا. طبعا الشرطه جت بعد حوالي نص ساعه كده لقيت الوضع كده راحت خدت الناس قبل طبعا ما تيجي الشرطه رحنا مشينا البنات عشان طبعا اولياء الامور بداوا يهضموا. طبعا كل واحد خايف على بنته واحنا نفسنا كنا خايفين عليهم اكتر مننا احنا ما فكرناش في نفسنا. يعني كل مدرس او مدرسه كان ما بتفكرش في نفسها بتفكر ازاي تحمي البنت. بس طبعا بعد ربنا يعني جم هما الشرطه وراحوا خدوهم. طبعا كنا مشينا لكن طبعا الاسلوب ده طبعا ما ينفعش واحنا كده انا بنفسي في مدرسه مدرسه انا بقول لهم اضراب على الوش ده فين حمايتنا احنا؟ فين حمايه بناتنا؟ ما ينفعش. لازم مسؤول شرطه كان موجود موجود ومتواجد وتكون عربيه شرطه ابوك تلف عشان تحمينا من البلطجه دي. يا ما نبقى معادين اقعد في بيوتنا احسن. هي ملهاش حل غير كده.